ان الربح غير تعاليق، ولكن كانت من الله سبحانه وتعالى خطوات على الصالح. كما قلت الاخوان اليوم اول مره جيت التيران، راه 4 سنين ما جيت، نظرا كان كورونا، كانت بعض المشاكل. اليوم جيت صليت طلبت الله سبحانه وتعالى باش يرضي الجماهير ويدير الفرقه. فريق تطان جامسه كان كيعتذرونا، احنا كنهضروا دابا على الرجاء، الرجاء بغى يتصاوب الوضعيه ديالو وتقل الهضره وتبدا الخدمه ويعاودوا لاعبين اللي يكونوا في مستوى الرجاء، لانه الرجاء فريق كبير ماشي صغير، خصنا نجيبوا له لاعبين اللي يستحقوا فيه، حتى هاد اللاعبين كيبذلوا مجهود. ولكن كنتمنى هذا الربح يكون ديما وينساو الحسابات الخاويه وكاع اللي جا الرجاء، عارفكم بغيتوا تخدموا، راه ماشي باش الرجاء، غير ما تبقاوش تعاندوا الحاجه الخاويه، خدموا الله يسهل عليكم. حنا فرحانين وهذا الربح غيغير الوضع كامله وتفي الغضب، وكنتمنى النتائج يكونوا جيده ان شاء الله مستقبلا، والرجاء غدا ان شاء الله تتسال خطوات عزيز صالحي ان شاء الله. وكنوعد جماهير الرجاء العروض ديال التحدي غيكونوا في التيران المدرجات، غندفع الرجاء ان شاء الله باش ما كاينوا لهذا العام ان شاء الله حلم البطوله غتكون الرجاء ان شاء الله. وتحيه للجميع، شكرا. البطل العالمي فايت لك جريتي الكار ديال الرجاء ياك؟ جريتو، غنعاود ندير لهم ديمونستراسيون حيت جماهير الرجاء وعدتها وغادي ندير ديمونستراسيون. كنتمناو مسؤول الرجاء يرخصوا لي يكون الحاجيات موجوده العزيز صالح، وانا ما تنطلبش الماده من الرجاء حيت الرجاء الام ديالي، فريق عزيز عليا كنحبو. كنتمنى قريبا يكون هذا الحدث حيت واحد الجمهور المغربي، عروض كبار ان شاء الله غنديرهم ان شاء الله يكونوا في التيران. كنتمنى المسؤول ديال الرجاء يعدلوا هذا الشيء ونفرجوا الجمهور المغربي وتكمل الفرحه، وحنا فرحان والرجاء ان شاء الله نتائج ديال الربح غيبداو ان شاء الله. وشكرا لفرق اخرين وجماهير اخرين، وكنتمنى الجمهور كله ما تكونش كراهيه، راه حنا بحال طنجه بحال الوداد بحال الرجاء بحال الجيش كلشي فرحان، كل فرقه كيحبها الجمهور ديالها. اي المعيور وهذا كنقصوا منه شويه ديال الهرس، هذا بحال كنضربوا على راسنا. وشكرا للجمهور المغربي، شكرا للمنتخب على الفرحه اللي فرح الشعب المغربي، حنا حاجه ماسه بهذه الفرحه هذه. وتنتمناو دوك جيراننا اللي هوك اللي هوك فين هوك 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 يوعوا شي يقصح الراس. الحمد لله والله العظيم كنا طالبين ما نمشيوش، علاش؟ غيتاثروا لاعبين غيجوعوا، انتم عندكم الجوع عندكم بزاف د الحوت. تحيه لكم.